صادرات محروقات تراجعت بما يقارب 13% منتقلة من 28.89 مليار دولار سنة 2018 إلى 25.28 سنة 2019، وهو التراجع المترجم في تراجع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب بأكثر من 25%، وكذا تراجع إنتاج المحروقات بأكثر من 1.3%. أرقام لو جسدت في فيلم لصنف في خانة أفلام الرعب، كيف لا، وهي تعني أن مصدر رزق الجزائريين ينكمش. وإذا أردنا نظم قصيدة بها فلن تصلح إلا لكتابة رثاء، رثاء نبكي به اقتصادنا المبني أساسا على مداخيل نفط لم نستفد منه إلا السواد، أو هجاء لمن تسبب في بلوغه هذا الوضع. هي باختصار ترجمة الخبراء للوضع الاقتصادي الراهن. احنا نشوف اليوم ان احتياطي الصرف نراه في انخفاض مخيف، لانه رانا في 50 مليار، وبقات لنا حوالي سنه ونصف سنتين كاقصى تقدير يعني من احتياطي الصرف، وبالتالي اذا زادت انخفاضت المداخيل مع بقاء نفس الاستهلاك تاع الحمل الصعبه، فهذا يعني ان عوض ما نقعدوا سنتين باش تكفينا سنتين هذه الاحتياطات الصرف باش نقدر نقوموا باصلاحات في الاقتصاد الجزائري، تنقص لنا هذه المدة وتصبح مثلا سنة ونصف. ولأن الجزائر اليوم في مرحلة اختيار رئيس جديد ينتظر منه إصلاح الأمور خاصة الاقتصادية منها، فهل يملك المشاركون في سباق كرسي المرادية الحلول اللازمة، أو على الأقل هل أقنع خبراء الاقتصاد بذلك من خلال خطاباتهم؟ أنهم كلهم متفقين في التشخيص، تشخيص العلل والمشاكل اللي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، وهذه كل الجزائريين متفقين عليها: التبعية للمحروقات، ضعف تنويع الاقتصاد، ضعف الصادرات خارج المحروقات، اختلالات عديدة، ولكن القليل منهم من له رؤية اقتصادية يعني توحي بأن أنه ساعتمد استراتيجية معينة ستخرج البلاد من الوضع الحالي. الرئيس الجديد سيستلم مع كرسي المرادية قنبلة مؤقتة محاطة بمادة سريعة الالتهاب اسمها المحروقات، والتي لن تقف البلاد على ساقيها إلا من خلال إعادة هيكلة هذا القطاع وجعله أداة لتطوير الاقتصاد، وليس فقط منتوجا نبيعه لنشتري بأمواله قوتنا.